مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صدى أقلام جديد، حيث نستعرض لكم أهم ما جاء في الصحف المحلية العربية منها والدولية. تابعونا بعد فاصل قصير. البداية من صحيفة كتابات ومقال للكاتب سمير داود حنوش، يناقش حنوش فيه إنهاء وجود بعثة الأمم المتحدة في العراق بناء على تصريحات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيرا إلى تقرير صحفي استقصائي كشف هذا التقرير عن فساد وتواطؤ بين المنظمة والحكومات العراقية المتعاقبة. ينتقد حنوش دور المبعوثة الأممية جين بلاسخارت متهما إياها بالانحياز وعدم القدرة على تقديم الدعم الفعال الكافي للشعب العراقي خلال الاحتجاجات والأزمات. يثير المقال هذا التساؤلات عدة حول الآثار المترتبة على هذا القرار، بما في ذلك الخوف من زيادة سطوة الأحزاب السياسية بعد رحيل البعثة، ويطرح تساؤلات عدة حول إمكانية تحقيق استقلالية القرار العراقي من عدمه في ظل غياب الرقابة الدولية. اعتراف ضمني بفشل عمل تلك المنظمة وإن جاء متأخرا ليكشف الخطوط الحمراء في دهاليزها التي لم يتجرأ أحد على كشف ملفات فسادها وتواطؤ المنظمة مع الحكومات العراقية المتعاقبة. إلا أن تقرير صحيفة الجارديان الاستقصائي بتاريخ 22 من كانون الثاني يناير عام 2024 كشف عن حجم ذلك الفساد الذي كانت تمارسه تلك البعثات منذ عملها في العراق بعد عام 2003. يدرك العراقيون حجم التخادم الفاسد بين المنظومة السياسية الحاكمة وتلك المنظمات، ويصعب الكشف عن ملامحه طالما كان الجميع يسير في مركب الفساد الواحد. لا ينسى العراقيون الدور السلبي الذي لعبته بلاسخارت في أحداث العراق ومحاولاتها الراقصة على جراحهم، والمحصلة أن الجميع لم يكن راض عن أفعالها. فشباب تظاهرات تشرين يتهمونها بالانحياز إلى الجاني ضد الضحية حين كانت تتنقل بالتوكتوك بين متظاهري ساحة التحرير وتنقل صورة مغايرة لما يحدث. في المقابل يصف البعض طلب إنهاء الدور الأممي في العراق بأنه قرار سياسي سيزيد من سطوة الأحزاب والنخب الماسكة للسلطة ويجعلها تتمرد على القانون بعد رحيل تلك المنظمة بغياب الرقيب الذي كان متابعاً لشؤون البلاد. وإلى مقال بعنوان الأقمشة بدل المقاعد، هل أصبح افتراش الأرض لتلقي التعليم واقعا مفروضا في العراق؟ الكاتبة تبارك عبد المجيد في صحيفة المدى، حيث تسلط تبارك عبد المجيد الضوء في مقالها على الأوضاع المتردية للتعليم في العراق، وتنتقد الكاتبة السياسات التعليمية الحالية وتشير إلى فشل الحكومة في معالجة النقص الحاد الحاصل في البنية التحتية وكذلك الكوادر التعليمية. وتوضح عبد المجيد كذلك الظروف السيئة للتعليم في المناطق الريفية، حيث يدرس الطلاب في بنايات كرفانية بديلة ويواجهون مشاكل جمة في الاكتضاض والدوام المزدوج، مما يجعل افتراش الأرض للدراسة واقعا مفروضا يكابده الطلاب يوميا. في مشهد يلفه التعب والمعاناة تفترش طالبات أقمشة ملونة ويجلسن عليها واحدة تلو الأخرى على طول جدار الصفوف المطلة على الباحة الخارجية. لم يكن هذا الجلوس للراحة أو اللعب، بل لتأدية الامتحان الأخير من العام الدراسي. كانت الصورة التي التقطها أحد أولياء الأمور في كربلاء مشهدا صارخا يلخص واقع التعليم في العراق. يجلسن متربعات لضم ورقة الامتحان في محاولة للتركيز وسط هذه الظروف. الأقمشة الملونة التي يبدو أنهن جلبنها من منازلهن كانت السبيل الوحيد لهن للجلوس، بينما يستلقين عليها لمحاولة تقديم أفضل ما لديهن في الامتحانات. رغم كل الصعوبات التي تحيط بهن، يقترب العام الدراسي من نهايته، ومع ذلك نستذكر وجود طلاب افترشوا الأرض من أجل الوصول إلى التعليم، بينما تحمل أولياء أمور بعض الطلبة
تكاليف اقتصادية نتيجة لنقص في الكوادر التدريسية. وكانت الحالة أسوأ للطلاب في الأرياف، حيث لم يجدوا مدرسة تضمهم بشكل كافي، مما دفعهم إلى مواصلة دراستهم تحت بنايات كرفانية. إن العام الدراسي الحالي شهد سوءاً في توزيع الكوادر، حيث تأثرت العديد من المدارس بنقص حاد حتى نهاية العام، ما دفع العديد من الأهالي إلى الاعتماد على القطاع الخاص أو اللجوء إلى التعليم عبر منصة اليوتيوب. الكاتب عبد الساد البصري يقول في صحيفة الطريق الشعب، حيث كتب عن اليأس والتحديات التي يواجهها الشباب العراقي يوميا في ظل البطالة المستشرية والفساد المتفشي. يصور الكاتب الوضع الاقتصادي المتردي في العراق، حيث توقفت الصناعة والزراعة عن العمل بكفاءة، مما تسبب في تحول البلاد إلى مستورد رئيس للمنتجات من دول الجوار. تتطرق إلى الفساد والهدر المالي كأسباب رئيسة للواقع المأساوي الذي يعيشه العراق والعراقيون، حيث ذهبت الموارد في جيوب الفاسدين. منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة لم نسمع عن توظيف عمال أو موظفين هنا وهناك إلا بشق الأنفس أو عن طريق الواسطة وغيرها مما تعرفونه. المصانع أكثرها متوقف عن العمل، كذلك المشاريع الزراعية لم تؤدي دورها المطلوب، وتأخرت كل أنواعها أسوة بأختها الصناعة لنصبح مستوردين ومستهلكين لكل ما ينتج زراعيا وصناعيا في دول الجوار وغيرها. والطامة الكبرى هي سوسة الفساد والهدر المالي وسرقات القرن، مما ذهب أدراج الجيوب الفاسدة والصفقات المشبوهة. لنتأمل قليلا وضع شبابنا الذين علقوا شهاداتهم الجامعية على الحيطان وصاروا زبائن للمقاهي وللتسكع على أرصفة الطرقات بلا تعيين، ولسان حالهم يقول: ذهب تعبنا كل سني الدراسة أدراج الرياح، وصرنا نترقب إطلالة جودو لينقذنا من هذا الضياع. الباطلون هم الفاسدون الذين نهبوا خيرات الوطن وتركوه والشعب يواجهان مصيرا مجهولا. فالعاطل عن العمل لم يكن يوما على باطل، بل الباطلون هم أهل الباطل الذين تسببوا في عطل الآخرين وجعل أبنائنا منتظرين على الطرقات. نطالع مقالا للكاتب مروان قبلان في صحيفة العربي الجديد بعنوان: الصراع على تركة رئيسي بتاريخ 5 يونيو 2024. يتناول المقال هذا التوترات الداخلية في إيران بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرته في مايو الماضي. يشير الكاتب إلى التنافس الشديد بين التيارات المحافظة في إيران على منصب الرئاسة الشاغر، مع ترشح شخصيات بارزة مثل محمود أحمد نجاد، رغم معرفته مسبقا بعدم اجتيازه فلتر مجلس صيانة الدستور. يتناول المقال هذا أيضا احتمالية عودة التيار الإصلاحي إلى الساحة السياسية من جديد بسبب الانقسامات بين المحافظين، إلا أن هذا الأمر يعتمد على قرارات مجلس صيانة الدستور الذي يتحكم في قبول المرشحين من عدمه. إذا سارت الأمور على هذه الشاكلة، سوف تكون الانتخابات محصورة بين أعضاء النادي الواحد، بين من يطلق عليهم محافظين أصوليين ومحافظين معتدلين، علما أن القاعدة الشعبية للتيارين إذا استثنينا منهم أحمد نجاد الذي يحظى على ما يبدو بتأييد واضح في الأرياف وبين سكان البلدات الصغيرة بسبب سياساته الاقتصادية الشعبوية، لا تتجاوز بحسب أغلب التقديرات 20% من المجتمع الإيراني. ويعد سعيد جليلي، وهو أمين عام سابق لمجلس الأمن القومي ومعروف بتشدده، وعلي لاريجاني، وهو رئيس سابق للبرلمان ويحسب على المعتدلين، أبرز الوجوه المترشحة. وبغض النظر عن الأسماء، المرشد مشغول هذه الأيام بدراسة كل جوانب شخصية مرشحه المفضل، لأنه سيلعب على الأرجح دوراً محورياً في المرحلة المقبلة التي قد تشهد غياب المرشد عن الساحة بحكم تقدمه في السن.
أما في القدس العربي نقرأ مقالا بعنوان تماهي المشروعين الأمريكي والإسرائيلي معا في المنطقة للكاتب فتحي أحمد. يقول فتحي أحمد في صحيفة القدس العربي في هذا المقال، حيث يناقش الطريقة التي يتداخل بها المشروع الأمريكي مع المشروع الإسرائيلي في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن السياسات الأمريكية تعكس تماما وبوضوح تام الانحياز لإسرائيل، حيث يركز الكاتب على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تظهر تضاربا واضحا في المواقف، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة والشروط المرتبطة بذلك. كما يتطرق فتحي إلى أن السياسة الإسرائيلية لا تهدف إلى تحقيق السلام الحقيقي بل إلى التوسع والاستيطان، وينتقد السياسة الأمريكية المتماهية مع الأهداف الإسرائيلية، مؤكدا أن الدعوة لحل الدولتين تفتقر إلى الجدية وتصب في مصلحة الاستراتيجية الإسرائيلية الأمريكية تماما للسيطرة على المزيد من الأراضي. لن نضيف جديداً إذا قلنا إن دولة الاحتلال لم تكن يوماً جادة في تحقيق السلام في المنطقة قبل أن تحقق هدفها الاستراتيجي بالاستيلاء على الضفة الغربية وبعلم الولايات المتحدة. كانت دائماً تستخدم ما يعرف بعملية السلام كغطاء لسياسة الاستيطان، وهي سياسة لم تتوقف مع أي اتفاق تتوصل إليه مع أي طرف عربي، والشرط الأخير ليس إلا أسلوباً جديداً للممانعة في تحقيق السلام. إسرائيل كانت ولا تزال تصر في كل مفاوضاتها مع الأطراف العربية على أمرين: رفض وقف أو تجميد الاستيطان، ورفض تحديد هدف نهائي أو سقف زمني للمفاوضات، ولن تقبل أياً من ذلك قبل تحقيق الاستيلاء على الأرض. ثمة حقيقة لا بد من التوقف عندها تتلخص في تماهي المشروع الأمريكي في المنطقة مع المشروع الإسرائيلي، فهما وجهان لعملة واحدة. الهدف هو الهدف والاستراتيجية نفسها. لا نستغرب تحول تصريحات أي رئيس أمريكي سواء كان جمهورياً أو ديمقراطياً، فهي سياسة يراد منها كسب السذج وذر الرماد في العيون. هذه الحلقة مستمرة لكن بعد فاصل الكاريكاتور. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. وعن فداحة الخطب وجسامة المصيبة في فلسطين،
نقرأ ما جرى فيها. لم ينعم الغزيون بالهدوء والأمن إطلاقا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 من أكتوبر تشرين الأول الماضي، باستثناء فترة الهدنة التي لم تدم إلا أياما قليلة هي الأخرى. يعيشون على أصوات قصف مستمرة ويدركون جيدا أن الموت قد يأتيهم في أي لحظة. يوميا يشيعون أفرادا من عائلاتهم أو حتى أقربائهم، ثم ينتظرون ما ستحمله الدقائق المقبلة. وعلى الرغم من المأساة اليومية المستمرة والتهجير من مكان إلى آخر بحثاً عن الأمن والأمان وهو غير موجود أصلاً، يبقى البحر ملجأً للغزيين، ليس فقط للاغتسال الشخصي أو تنظيف الثياب والأغراض وما إلى ذلك، بل إنه المتنفس الوحيد الأخير الذي بقي لهم في ظل العدوان الإسرائيلي وقبله الحصار الإسرائيلي المستمر على مدى 17 عاماً. لم يفقد الغزيون الأمل، وبات البحر بمثابة صلة الوصل بينهم وبين العالم برمته، ولا يزال قادراً حتى على إسعادهم. تسمع ضحكات الأطفال وهم يرشقون بعضهم بعضاً بالمياه ويقفزون حتى حين تباغتهم الأمواج. هي لحظات قليلة من الفرح لا أكثر قبل العودة إلى الخيام أو المنازل المدمرة أو العراء، وقبل أن تطغى أصوات القصف على كل شيء، لحظات تشعرهم أنهم يستحقون العيش والفرح والحلم والحرية، يستحقون الحياة. أما الآن نتابع وإياكم فيديو اليوم. هذا البيت له ذكريات كثيره، وخلفت فيه بيجي صلاه النبي 5 أطفال ربيتهم من دم قلبي، وحياتي كلها في هذا البيت. الحين صار البيت زي مدينه الاشباح، مش بيت، مغاره للخوف، وحياه بتخوف، حياه اليمه كثير. بقف بتفرج على دور الناس كلهيتها والركام، اللي انا اقول وقتش هذا ترجع تاني فلسطين ولا غزه حتى بلدنا، وقتش هترجع حياتنا كلهيتها دمار بدمار. أنا بقف هنا طول نهاري وليلي، قول هذا وقتش تتغير هاي الحياة وتصير أحسن من الأيام اللي كنا عايشين فيها. هاي الثلاجة اللي بنستعملها بدل ما تكون ثلاجة نثلج فيها أكل للأولاد وطعام للأولاد، وما شفناهوش الكهرباء إلنا 8 شهور، ما لناش ولا شفنا كهرباء ولا بنعرف شو عنها. بعملتها خزانة للمطبخ وحاط فيها أدوات المطبخ كلها، ولا أكل ولا شروب ولا حدا أصلاً تعرف علينا. تعبنا ودورنا مهدن، والحين ده إحنا قاعدين مش ملاقين إن مي وإن نقعد في قلبه، ده إحنا بنقعد في الشارع، وتبهدلنا وفقدنا سيبنا توفى. هذا كيف أنت قاعدة في البحر هي ولادة بس ما عمرهاش 28 سنة، وإن شاء الله بنتمنى ترجع الحياة زي قبل كويس ومليح. المولودة في الحرب، انولدت في الحرب ثالث يوم الحرب، ومش عارف الأيام الجاية ايش بدها تفرجي لها مع الحرب وهيك والمخاوف اللي احنا فيه. والله هم صغار بيخافوا ينقذوا بيعيطوا بصوتوا زي مش عارفين الحياة اللي جاية، إن شاء الله يكونوا يضحكوا وينبسطوا. إلى اللقاء.